من منطقة عين العرب يسموها بالكردي كوباني من سوريا. أنا ضرب هذا هجرتنا من قذف وضرب يعني عالم كله بيعرف هالشيء. أجيت على تركيا، من تركيا من أوروبا إلى إزمر. إزمر دلت فيها تقريبا 17 يوم ل 18 يوم، مريت من تحت في البحر ووصلنا للأو يونان. يونان صرنا تقريبا 4-5 أيام نمشي في الطريق، نصدق تقريبا شي شهر عم نمشي بهذا الطريق هذا، ولحد الآن وصلنا لهون الحمد لله. بس كيف كانت الرحلة مع الأطفال؟ أنت كم عندك أطفال؟ كيف عندي خمسة أولاد، بنتين وثلاث صبيان، وزوجتي وأنا سبعة أنفس، وعندي أخواتي كمان معي، أخوي وأختي ورجلها. الرحلة صعبة جدا، كنا نام على الرصيف في الحديقات، يعني ببكي الحجر مو من بني آدم. هذه هي. والبحر كيف كان البحر؟ والله البحر اجينا تقريبا ثلاث ساعات نحن في البحر، الاولاد هذا المي البحر بيدخل للبلمه، مثل ما يسموه البلمه، هذا بلاستيك مكونه من البلاستيك، شويه الخشب حاطينه في تحته نحن ماشيين فيها، يعني للموت يعني. يعني بالمئة 90 نحن حد معتمدين يعني موت، هذا مو رحلة هذا. نعم. وهنا مشيتوا على رجليكم كثير. مشينا كانت مع مشينا تقريبا والصح والماء وكذا والتفاصيل هذه. نحن مشينا من طلعنا من البحر تقريبا، مشينا وصلنا المغربيات طلعنا من البحر، من مشينا الساعة 11 في الليل 12 في الليل نمشي، مشينا تقريبا 10 كيلومتر. إيه مسافة كله جبال وشجار وغابات، احنا وصلنا لضيعة ما بنعرف شو اسمها. ثاني يوم كمان مشينا تقريبا شيء 20 كيلومتر، كله مشي، اولاد تعبانين يعني، اولاد صغار عندي اطفال عمره سنتين لثلاث سنين. حالنا الله يساعدنا بس. الان انت الان قلت لي على الرصيف الان الوضع الان. الوضع الان احنا الصبح مشينا تقريبا امبارح في الليل الساعة 10 وصلنا لهذا في فندق ما بعرف شو يسموه، وصلنا للفندق والصبح مشينا تقريبا 7-8 كيلومتر وصلنا لهون. ها مشيتوا على رجليكم؟ اجريكنا طبعا. ومع الاطفال؟ مع الاطفال شو بنسوي مع انا والاطفال. هذا الطفل عندي 3 سنين، صار له 50 كيلومتر عم يمشي. طفل عمره 3 سنين 50 كيلومتر عم يمشي وحساب عندك. نعم. من وضع الأطفال صعب شوي؟ والله صعب جدا، وضعي صعب، أنا إنسان كبير صعب جدا، وأنا إنسان مسوي العملية، أنا ماشي بكلية واحدة، ماشي بكلية واحدة، بحمل شنطتين وطفلة كمان معي أنا.